نعتبر أنفسنا شركاء معهم مع هذه الشركات، لسنا كمنظم نفرض ماذا نريد، ولكن نتعاون معهم ونتفاهم معهم للوصول إلى سوق منظم، وإلى أن المستثمر يطمئن إلى سلامة التنظيم في هذا السوق، وأن المستثمر في الواقع هو هدفنا الأساسي فيما يتعلق بتأكد من سلامة استثماره وفهمه لهذه الشركات وفهمه طبيعة الاستثمار، وأن هذه الشركات أيضا عليها مسؤولية هي أن توفر المعلومات الكاملة للمستثمر. في الواقع أنا سعيد بوجودي معكم، ليس لدي ما أقول أكثر من أن هناك عمل متواصل خلال السنوات الماضية لتنظيم السوق ولتطويره وتطوير اللوائح وتطوير بالذات ما يتعلق بإدارة واجتماع مجلس الإدارة والإفصاح والشفافية للشركات المدرجة في السوق. لائحة الحوكمة لائحة مهمة وصدرت منذ عدة سنوات وصار تطبيقها إجباري تدريجيا، وهناك عمل كان منظم لأيضا شرح هذه اللائحة وشرح أهمية الحوكمة